السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته المشاهدين الكرام ديال قناه صفا البارودين. عدنا لكم مره اخرى، نتمنى نلقاكم في صحه جيده كما العاده. الاخوان اليوم غادي نتكلموا على التصريح ديال مندوبه الحكومه الاسبانيه في سبته اللي خرجت بتصريحات يعني توضح توقيت ديال الحدود يعني البريه ديال سبته مع المغرب، وكذلك الشروط اللي غادي دير وكيفاش غادي تولي الحدود البريه ما بين يعني الفنيدق او ما بين المغرب وسبته. يعني غادي تولي حدود في شكل ماشي كما سابقا. وشكون هما الناس اللي غادي تسمح لهم بعد ما غادي يخرج القرار ديال فتح الحدود؟ شكون هما الناس اللي غادي يدخلوا هما الاولين؟ وشنو هما الوثائق اللي خصهم يوجدوا؟ هذه هي التصريحات اللي خرجت بها المندوبه ديال الحكومه الاسبانيه في سبته. اذا الاخوان قبل ما نبداو غادي نوضحوا كذلك يعني اخر المستجدات، واش كاين شي اخبار على كذلك الحدود البحريه او لا. اذا الاخوان حنا عارفين هذا الموضوع هذا كيهمكم، داكشي علاش اننا كنهتموا به شيئا ما شويه زايد. علاش؟ لان في الكومونتير حتى انني يعني كنواكبوا الاحداث وكنواكبوا حيت القناه ماشي قناه ديال الحدود ولا قناه ديال هذا، قناه انا كنجيبوا جميع الاخبار اللي كتهم الجاليه المغربيه. فرغم اننا كنديروا شي فيديوهات اخرى كنلقاو لي كومونتير كيسولوا على الحدود، رغم ان مثلا دويت على موضوع اخر كنلقى الحدود. داكشي علاش استجابه يعني للتفاعل ديالكم في لي كومونتير، داكشي علاش اننا فين ما كيكون شي خبر ولا شي مستجد ماشي مراسنا مستجد، هذه راه مندوبه الحكومه الاسبانيه اللي خرجت عطات التصريح ماشي انا. داكشي علاش غادي نحاول نشاركوا معكم وغادي نعطيكم حتى واش كاين شي مستجدات اخرى عن الحدود البحريه واستئناف الرحلات، وخاصه كما عرفتوا بان اسبانيا استأنفت الرحلات البحريه ديالها يعني مع الجزائر. الان اسبانيا كاينه رحلات بحريه مع الجزائر، المغرب مازال، واش قرب ولا امتى؟ هادشي اللي غادي نشوفوا في هذا الفيديو. فما تبخلوش علينا باللايكات، اللايكات ديالكم مهمين، ولي كومونتير ما تنساوش البارطاج. اذا الاخوان نبداو على بركه الله، اول خبر اللي هو يعني لا 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 زياره مندوبه الحكومه الاسبانيه للممر الحدودي ديال سبته مع المغرب. وعلاش زارت هي هذا الممر والتصريحات اللي عطات فيه هي اللي غادي نقراو. اشارت مندوبه الحكومه الى انه على الرغم من عدم وجود تاريخ فتح حتى الان، يجب ان يكون الاشخاص العابرون يعني الناس اللي كيخدموا في الحدود ديال الفنيدق وديال تطوان الذين ينتظرون في المغرب جاهزين لجميع الوثائق سيكونون اول من يعبرون باستخدام البطاقات. اذا المندوبه ديال الحكومه اش قالت؟ قالت لك الى حد الساعه حنا ما عندناش تاريخ ديال اللي غنعطيكم ديال فتح الحدود بالضبط البريه ديال سبته او ديال المليليه او كذلك حتى الحدود البحريه. وهذا الشيء انا كنت وضحت لكم قبل، كنقول لكم راه ما كاينش اللي عنده التاريخ. راه الى عيطوا لبيدرو سانشيز سولو واش عطينا خويا النهار بالضبط اللي تحل فيه الحدود يقول لك مازال، عيطتي العزيز اخنوش يقول لك مازال. علاش؟ خصهم تيتوافقوا بجوج ويدووا بجوج وديروا القمه رفعت مستوى بجوج ويتفاهموا ان ذاك غادي يخرج التاريخ. فهادشي اللي اكداته مندوبه ديال الحكومه في سبته، قالت الى حد الساعه ما عندناش تاريخ، لكن حنا الان كنديروا واحد التحديث يعني الحدود ما غاديش تبقى تقليديه كما قبل ديال في الباب ديال سبته كنا كنلقاو واحد الناس يعني كيشدوا كتعطي الباسبور كيبدا يعمرك واحد الورقه ديال الدخول وعلاش وكذا وهذا كتلقاه مستفين والزحام واش كيدفع في شي. لا، الان مندوبه الحكومه ديال 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 اللي كاينه في سبته قالت بان الحدود غادي تولي ذكيه، يعني غادي نوليو نتعاملوا مع الكترونيات، حتى المخزن ما غاديش يكون بزاف، المخزن غادي يكون فقط متابع الالات اللي يعني الحدوديه، غادي يكون داكشي ذكي. يعني كما جا في التصريح ديالها قالت بان غادي يكون فقط الجهاز كيشوف غير الوجه ديالك يعرفك واش انت ولا لا، باش قال لك نتفاداو الناس اللي كيزوروا الباسبورات باش يدخلوا لسبته، الناس اللي كياخذوا باسبورات اخرى ولا وثائق اخرى وكيجيو كيزوروها باش يدخلوا لسبته، هذوك الناس قالت بانهم ما غاديش يبقاو يدخلوا لان التحديد ديال النظام الحدودي الجديد ديال سبته غادي يولي يكشفهم. يعني وما تبقاش بزاف ديال الوثائق ديال العمر وكذا. الناس اللي خدامين في الحدود قالت لي بان اول ناس بعد ما غادي يخرج القرار ديال فتح الحدود اول ناس غادي يدخلوا هما العمال المغاربه اللي كانوا كيخدموا في سبته. الناس اللي كان عندهم واحد البطاقه راه يعني الناس اللي عمال ديال الحدود في سبته ولا في مليليه راه عارفين هذا الامر، هذا كتكون عندهم واحد البطاقه خاصه ديالهم كحدوديين يعني كيخدموا في الحدود. هذيك صحاب البطاقه هما اللي غادي تكون عندهم الاسبقيه والاولويه باش انهم يدخلوا لسبته ويدخلوا يبداو يستأنفوا العمل ديالهم. لكن قالت بان ما يتسناوش حتى يفاجئ من الخبر، لان الخبر في اي وقيته يخرج. قالت بان الخبر في اي وقيته يخرج ديال فتح الحدود. داكشي علاش قالت لهم انتوما باش ما تبقاوش كتسناو، انتوما اللي محتاجين ان الحدود تحل
باش تدخلوا ديروا باش تخدموا، وجدوا ورقاتكم من دابا، وجدوا البطاقه ديالكم اللي سالات لكم وجدوها من دابا، وجدوا ورقاتكم اللي مثلا غادي تحتاجوا باش انكم ديروا التجديد او لا، فقالت لي وجدوا من دابا. اذا السؤال خويا مصطفى دابا واش كاين فتح الحدود ولا لا؟ ماشي انا اللي كنقول، مندوبه الحكومه قالت لك اصبح قريب فتح الحدود، الموضوع ديال فتح الحدود اصبح قريبا. علاش بناتو على بان المغرب يعني كيساعد باش يستقبل الحكومه في الايام القادمه، والخبر اللي خرج من مصادر يعني كما قالت الصحافه الاسبانيه، قالت من مصادر مقربه من القصر الملكي بان المغرب يستعد لاستقبال حكومه بيدرو سانشيز اما في الشهر الجاي او لا يعني في الاول ديال شهر 12 او لا في الاول ديال شهر 11 ولا 15 شهر 11، يعني الخبر راه يقدر تيخرج بالليل ونقلوه حتى حنايا. فبنات على هذا هي باش قالت بان ماشي بحال قبل ما كانتش الحدود ما كناش عارفين واش تحل ولا ما تحلش، الان كاين قرار ديال فتح الحدود لكن التاريخ مازال ما عرفناش تتلاقاو الحكومات، اذا اصبح قريب الحدود غادي تفتح ان شاء الله. اذا هذا هو التصريح اللي كان ديالها، راه كما كتشوفوا خليت لكم يعني المقال، وكان حتى الفيديو ديالها لكن بغيتش نحط الفيديو، من الافضل يعني فقط انا نشرح لكم، لان بزاف الاخوان كاين اللي ما كيفهمش ما عندنا علاش نديروا فيديو ونبقاو هذا، صافي هو المقال وحنا نشرحوا باش ما نطولوش في الفيديو بزاف. دابا الخوت كاين اللي يسولني على مليليه، مليليه كيجري عليها نفس الامر ديال السبته، الا تحلت سبته غادي تحل مليليه، تحلت مليليه تحل سبته نفس الامر، وهذا الامر هذا ما غادي يكون الا من بعد الاجتماع رفيع المستوى ديال البلدين. ندوزو المحور الثاني اللي هو واش كاين شي اخبار. دابا دويتينا شفنا المندوبه ديال الحكومه اللي خرجت بعدا قالت بان الحدود راه كتوجد وغادي تكون بطريقه ذكيه وغادي يدخلوا فقط العمال ويوجدوا دابا وثائق ديالهم من قبل من دابا الى اخره، ويعني وعطات امل قالت بان قريبه تحل، مازال فقط التاريخ ما عندهاش بالضبط، ولكن ما دويتيش لينا على الحدود البحريه واش حتى هي كاين فيها شي مستجدات، واش خرج وزير الداخليه ولا الخارجيه ولا النقل وعطى شي مستجدات. اخوان الى حد الساعه ما كان حتى شي مستجد في فتح الحدود البحريه. علاش؟ كان واحد الامل اللي وضحته لكم هو بعد ما خرج يعني القرار ديال استئناف الرحلات البحريه بالنسبه للجاليه الجزائريه، يعني غادي تكون رحلات مالي كانتي للوهران، غادي تكون يعني من على ما اظن مرسيا عاوتاني للوهران، يعني غادي كاين استئنفوا الرحلات. هذاك الاستئناف كان واضح ماشي بسبب يعني الوباء، الوباء راه مازال الجزائر يعني كفس من المغرب، المغرب الحمد لله بعدا راه خرج شويه، الجزائر راه مازال، لكن رغم ذلك اسبانيا استأنفت معاهم الرحلات والجزائر تيستأنفت الرحلات. لكن هذا الامر هذا علاش ما دارش قبل وعلاش دار في هذا التوقيت؟ دار في هذا التوقيت لان كانت بيناتهم حتى واحد شبه ازمه، فوزير الخارجيه الاسباني هبط للجزائر ودوا معاه مع الغاز ودوا معاه مع النفط ودواو على استئناف الرحلات البحريه، ومن بعد ما رجع يعني وزير الخارجيه الاسباني لاسبانيا يعني من بعد صافي جا القرار ديال استئناف الرحلات البحريه ما بين البلدين. اذا حنا اش كنتسناو؟ ماشي الوباء يعني تحيد من المغرب ولا تحيد من اسبانيا، اللي كنتسناو هو الاجتماع رفيع المستوى ما بين البلدين، انا ذاك غادي يخرج القرار ديال فتح الحدود البحريه واستئناف الرحلات ما بين الموانئ الاسبانيه والمغربيه. اذا ما نتسناوش شي مفاجاه ولا شي معجزه، المعجزه ما كايناش في هذا الامر، كاين فقط واحد التحضيرات يدار نحلوا الازمه الدبلوماسيه، انا ذاك انه غادي تكون فتح الحدود البحريه هي كذلك. اذا الاخوان نتمنى يكون هذا الامر هذا واضح. اخوان خليونا يعني اللي عنده شي سؤال يخلي لي في الكومونتير، راه كنقرا الحمد لله كلشي وراني فرحان بواحد العدد ديال المشاهدين تبارك الله دائما ايجابيين في الكومونتير، دائما يعني حتى الانتقاد ديالهم كيكون زوين وحلو بناء، لكن كتلقى واحد في مليون ولا ماشي مليون، حنا ما عندناش مليون يعني باش نبينوا، واحد كتلقاه في الف، تلقى شي واحد مسكين ما قاريش ولا جاهل ولا هذا شي حتى الدراهم معقد على والو كتلقى كيقول شي هضره ما كايناش، هذوك الناس بلوك صافي كنحيد ما كيبقاوش. اذا حتى الانتقاد الاخوان اللي كيبغيو ينتقدوا مرحبا، كنستقبلوا الانتقادات الافكار التنويه مرحبا بكل شيء، لكن بواحد الصواب بواحد الاداب بواحد الاحترام باش يكون الاحترام متبادل، باش انا باش نقرا الكومونتير ديالك رغم ان نلقاه مثلا ضد الفيديو ولا يعني وضحتي لي فيه شي حاجه بانتقاد، لكن واحد الانتقاد زوين بناء كنخليه وكندير لك لايك وكنقدر نجاوبك نقول لك شكرا على هذا التنبيه ولا على هذا الانتقاد ولا لا.
لكن الناس اللي كيخسروا الهضره راه بلوك صافي، ما كيبقاش انه يعني يدوز كاع ولا تحليل الفرصه انه يعبر على الراي ديالو بتاتا. اذا الاخوان علاش؟ لانه كيطيح الاسلوب يعني المعيار وتخسر الهضره. اذا الاخوان تحياتي لكم، كنشكر المشاهدين الكرام ديال القناه الاوفياء اللي دائما مدعمين القناه، وحنا حتى حنا يعني ما كنخذلوكمش، دائما كنبحثوا، دائما كنجيب لكم الاخبار اللي كتهمكم. الى اللقاء، كان معكم اخوكم مصطفى البارودي، مع السلامه، تلقاو ان شاء الله في فيديو اخر.